بالافضل هو واللي بإذن الله. مجهز نفسه بشكل مميز جدا هو اللي هيكسب وهياخد بطوله كاس مصر يعني في 2017. خلينا انتقل لمحور الجمعيه العموميه اللي هتكون ان شاء الله يوم 25 و26، سواء بقى 25 ان شاء الله تكون في مدينه نصر فرع مدينه نصر و26 فرع الجزيره. يمكن اكيد الفتره اللي فاتت كان لقط كتير وكلام كتير في الجزئيه دي. المهندس محمود طاهر طلع اتكلم في مؤتمر صحفي عن بعض الامور اللي كانت ممكن الناس بتسال فيها، وايضا شفت تصريح انا بقى للاستاذ هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه الحاليه، وبيتكلم في ان لو حصل ان ال 25 و26 دول اتنفذوا والجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي اتعملت في اليومين دول ممكن تبقى تتلغي بشكل كبير او ما يبقاش ليها زي ما بنقول كلام خلاص يعني ما تبقاش صحيحه يعني زي ما بنتكلم. عارف اسوأ ما في هذا الموضوع؟ الجالسون على مقاعد المشاهده وعمالين ينفخوا في النار. يعني انا كاتب مقال بقول فيه يعني فيما معناه اليس منكم رجل رشيد؟ يعني انا قاعد مندهش الى من يشاهد من مواقع المسؤوليه يا حسن. الحرب الدائره دي اللي ممكن تاخدنا لازمه. النادي الاهلي يرى انه على حق ومتمسك بموقفه، واللجنه الاولمبيه ترى انها على حق ومتمسكه بموقفها، والمشهد واضح وضوح الشمس قدام كل الناس، وكل اللي بنشوفه الناس بتسخن ناس. ناس بتسخن ناس. يعني انا اشوف النهارده بعيدا عن اي حاجه والله باشمهندس هشام حطب تقريبا في كل يوم او في كل كام ساعه بيطلع تصريح، ما اعرفش ايه السبب. هل هو بيطلع يتكلم لوحده ولا كل شويه حد بيساله هو نفس السؤال ونفس الاجابه؟ ايه الجديد؟ انا مش فاهم. يعني من يوم ما الاهلي قرر ان هو يعمل الجمعيه او فكر قبل ما ياخد القرار النهائي انه يعمل الجمعيه دي على يومين في مقرين، وهو رأي واحد طالع من اللجنة الأولمبية. هتبقى بطلة، مش هيبقى الأساس، اللائحة الاسترشادية هي اللي هيتم تطبيقها. ثلاث جمل بيطلعوا من اللجنة الأولمبية، لكن هل هم بيناقشوا الموضوع أو بيناقشوا طلب النادي الأهلي أو قعدوا مع النادي الأهلي عشان يشوفوا الحل فين؟ مش ربما لو كانوا قعدوا كانوا توصلوا الحل؟ لكن عملية التعنت، أنا بقول لك أهو، التعنت الصادرة من اللجنة الأولمبية وتمسكها بمواقف لان في ناس بيسخنوهم واضحه وضوح الشمس يعني على مرأى ومسمع من الناس وفي البرامج تسخين للجنه الاولمبيه بشكل لا ينبغي ان الناس دي تسخن الوضع، ولا ينبغي للجنه الاولمبيه انها تسخن، لانها المفروض انها كيان مهم، كيان مؤسس، دي مؤسسه كبيره في الدوله. يعني خبر كلام كده بالبلد يا استاذ خالد، هو الهدف من ان اداره النادي الاهلي انها تسهل الامور على الاعضاء الجمعيه العموميه وتخليها على يومين، ايه اللي ده اللي انا طرحته هنا من الحلقه اللي قبل اللي فاتت. ما الذي يضير اللجنه الاولمبيه في ان تقام الانتخابات على يومين او تقام في مقرين؟ ايه اللي تاعب اللجنه الاولمبيه؟ ليه ما قعدتش بهدوء تناقش القرار ده؟ ليه دخلت الموقف في حائط صد كده وعمال تختلق ازمه ملهاش لازمه؟ انت كان ممكن تقعد مع النادي الاهلي. انت اساسا يكفي ان ما فيش حد قاعد مع النادي الاهلي هو بيعمل القانون ولا اللائحه الاسترشاديه. يعني انت اساسا ما عبرش النادي الاهلي. طب انا بدور على حقي دلوقتي، بدور على دوري. انت كده عايز تقصي النادي الاهلي اقصاء تام. عمال انت اللائحه بتاعتك اللي انت طلعتها، القانون اللي انت طلعته اهم بند فيه اللي كان معلن عليه الحرب ان تكون الكلمه الاولى والاخيره لاعضاء الجمعيه العموميه. وللاسف الشديد الحركه الاخيره اللي انت عملتها في اللائحه الاسترشاديه وانك تقول لا ما ينفعش، ده كانك انت رجعت في كلامك ولكن بطريقه ملتويه، بتسلب حق الجمعيه العموميه. يا اخي نفسي حد يطلع يقول لي ايه المشكله وما تقوليش كلمه قانون. ايه اللي في القانون يمنعك انك انت يعني حد ايه اللي في القانون؟ ما فيش ماده بتقول يا سيدي حتى لو في ماده تتعدل، هي ما فيش ماده، لكن ايه الماده التي تمنع ان النادي الاهلي او اي نادي يعملها على يومين في مقرين؟ واحد يطلع يقول لك ايه اصل احنا خايفين بعد كده واحد يطلبها في اسبوع. ما تحط يا عم بند يظبط الامور بقى، لا تزيد عن 3 بالظبط مثلا. لكن ايه اللي هيصيب اللجنه الاولمبيه بضرر عندما يقوم النادي الاهلي باجراء جمعيته العموميه على يومين في مقرين علشان يضمن حضور الناس يختاروا مستقبله؟ انت مصر ليه انك تفرض لائحه الاسترشاديه بتاعتك اللي هي ملهاش اي 30 لازمه اساسا ومليانه عيوب ومليانه عوار وثلاثه اربعه قعدوا عملوها وهم قاعدين؟ اكن انا اقعد اعمل قارئ يا كابتن محمد اخر حاجه، انا اقعد اعمل قانون في عشرات السنين عشان يطلع للنور وفجاه انت في كام يوم تروح عامل لي حاجه اسمها لائحه استرشاديه عايز تفرضها على الناس؟ ما هي النقطه بقى حسن اللي بنتكلم على اللائحه الاسترشاديه، النادي الاهلي بعد اطلاع عليها رفض بعض البنود اللي فيها، يعني مش هتمشي مش ماشيه. النادي الاهلي
يعني رايك في الجزئيه دي ان بيتمسك اللجنه الاولمبيه بتتمسك بالبنود اللي رفضها النادي الاهلي؟ طب مش في نقاش زي ما انت بتتكلم كده استاذ خالد ويشوف ايه يعني؟ طبعا الخدمه العسكريه المؤهل دي حاجه اعتقد انها مش لو الجنسيه المصريه يعني ده حاجه صعبه جدا يعني. شوف يا كابتن محمد يعني خلينا ناخد الموضوع من زاويه ثانيه يعني عشان بس الناس تبقى معانا، الناس اللي هي سواء اعضاء الجمعيه العموميه او الناس الجمهور العادي. طيب هل ماذا يسعى اليه المسؤولين في النادي الاهلي؟ ما هو لو بيسعوا ان هم زي ما الناس بتتكلم في الجانب الاخر وسط هذا الصراع ان هم عايزين يحتفظوا بالكراسي، طب ما انا كنت عشان احتفظ بالكرسي انا امشي معاك زي ما انت عايز وما اتكلمش وسقف لك وتمام وامشي معاك زي الفل، فهفضل زي ما انا قاعد على الكرسي لو انا ببحث عن كرسي. يعني عشان لازم الناس تفهم ان المساله يعني عند المسؤولين في النادي الاهلي مش قصه الاحتفاظ بالمنصب او انا عامل ده كله عشان اعمل لائحه جهنميه زي ما انت متخيل وعشان افضل قاعد بيها على الكرسي وموجود وكذا وكذا، لان انا لو عايز اعمل كده طب ما هو من الطبيعي زي ما غيري بيعمل امشي في الستار بتاعك في الاطار بتاعك والوزير يبقى زي الفل واللجنه زي تمام وما فيش اي حاجه ونعمل وتمام ونقعد. يعني ليه هدخل في صراع مع المسؤولين وانا ممكن بالهدوء وعايز احتفظ بالكرسي مش هيفرق معايا؟ لكن من الواضح ان النادي الاهلي او المسؤولين فيه يشعرون بان لهم دور تاريخي مهم جدا في هذا التوقيت، لان هذا الدور التاريخي يعني هيبنى عليه اشياء كثيره في المستقبل. فمن واقع هذا الدور التاريخي تحملوا هذا العبء وهذا الصراع وهذا الجدل وكل الشائعات التي يعني تحاول ان يلصقها بهم الجانب الاخر. ده من الواضح يعني، يعني لو انا عايز اقعد على الكرسي بتاعي طب ما انا الكابتن محمد هيبقى صاحبي وحبيبي، هختلف معاه ليه؟ طب ما انا مختلف معاه انا بخسر مكاني او الكرسي بتاعي وبخش في حرب شائعات و و وامور كثيره بيتكلموا فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما الاستاذ خالد اتكلم، يعني ايه اللي هيضير اللجنه الاولمبيه بما ان هم بيتكلموا طب ده ناس هتطلب اسبوع وناس هتطلب كذا؟ معنى ذلك ان انت حضرتك واضع لوائح مطاطيه ما فيهاش اي معايير واضحه، بالتالي انت خايف ان الناس تتعامل مع اللائحه لو انت فتحت الباب بهذا الشكل. طب ليه حضرتك ما حطيتش في لائحتك كل الاسس الواضحه اللي تفرض على الناس او المعايير للتصويت على اللوائح في هذا التوقيت؟ في البدايه معالي الوزير انا يعني طبعا انا محتار، هو دايما بيخرج يدافع عن اللائحه في حين ان هو في نفس الوقت بيقول لك اللجنه اللي وضعها وانا ماليش دعوه بيها. يعني انا يعني هذا التضارب برضه بيثير الجدل. لكن في نفس الوقت انت حضرتك دلوقتي في البدايه قلت انا بسيب الحريه للمجالس الادارات عشان تعمل الطرق المناسبه عشان ما يبقاش في قيد عليهم في مساله التصويت والعدد والامور الخاصه، لان هيبقى فيه فانا مش عايز احكمها ان لازم يبقوا في ساعه معينه او فسبت الحريه بحيث الجمعيه تقام. ليه كل ما الاهلي يتخذ اجراء تبعت له استدراك وتقول له لا ده ما ينفعش؟ ليه كل ما يبقى فيه تصور ترجع انت حضرتك معترض على التصور؟ طب ما انت من البدايه شايف تصورك، طب ليه ما بعتوش من الاول او حطيته في الاسس الاساسيه لهذه الجمعيات او اقامتها؟ طالما انت سبت الموضوع من الاول فالمفروض ما تجيش كل ما حد يفكر في فكره كويسه ان بيحاول يسهل بيها على الاعضاء ان يحضروا ترجع انت مش عاجبك. ففي حاجه محيره او مش واضحه في الموضوع طبعاً. مش مفهومه يعني طبعاً. لا ايه السبب؟ تصريح انا ما زلت انا يعني عايز برضو رايكم في تصريح المهندس هشام حطب على ان النادي الاهلي لو فعلا اتعملت الجمعيه على اليومين هيكون الغاء للجمعيه العموميه وتاسيس النادي نفسه، يعني مش بس الغاء الجمعيه تاسيس النادي نفسه. رايكم برضه يا استاذ حسن استاذ خالد؟ هو بيتكلم على ان هيبقى في هم وان هم يعني خلاص هم ما لهمش دعوه انت بتعمل اعاده اشهار ويسحب التفويض بالظبط. بس شوف انا اقول بس حاجه صغيره قبل ما اسيب المجال للاستاذ خالد، هي القصه كلها في ايه؟ يعني انا متصور ان سر الخلاف كله هو ما اثره الاهلي بشان اللائحه الاسترشاديه. يعني الخلاف كله يعني هم كانوا عايزين اللائحه تعدي مرور الكرام ومحدش يفتح بقه، فما الاهلي اتكلم وكشف للناس ان اللائحه فيها عوار، فيها اولا قصه ازاي ان يعني انا مش فاهم ازاي تلغي بند الجنسيه المصريه من الترشح، يعني تفتح الباب للاجانب ان هم يترشحوا في الانديه، ازاي تلف باللوائح وتلف بالقصه ان انت تلغي حتى قصه الخدمه العسكريه، ازاي انت تلغي المؤهل العالي من شروط الترشح،
ازاي انت تخلي رئيس اللجنه الاولمبيه هو رئيس لجنه المنازعات والتظلمات؟ ازاي انا مش حكم يعني الخصم والحكم في نفس الوقت. فكل هذه الامور اما ابتدى يطرح فلا قال لك لا الاهلي هيفتح علينا ابواب كتيره، فاحنا بقى نقعد نعكنن عليه ونقعد نبوظ له الدنيا. بعدين انت شفت يعني كل الناس، انا شايف ان اللائحه ابتدت تتوزع بتاعه الاهلي اللي عملها، انا مش شايف فيها اي مشكله. يعني مش شايف اللائحه بتاعه الاهلي اي مشكله، بالعكس يعني النادي الاهلي في اللائحه انا شايف فيها بعض الايجابيات. اولا يمكن محدد القوائم الماليه بشكل واضح جدا، ما تحددش في اللائحه الاسترشاديه، وامر مهم جدا القوائم الماليه في اي نادي. انا شايف ان الاهلي في اللائحه بتاعته على الاقل فتح المجال ان يدي مساحه ان يبقى في انتخابات في اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر تسهيلا على الاعضاء، ابتدى يفتح كثير من الضوابط داخل اللائحه اللي هو عاملها فيها كثير من الايجابيات اللي مش موجوده في اللائحه الاسترشاديه. وجهه نظره انه يخلي مجلس الاداره مش بكل هذا العدد والكم وحدده في 9 اعضاء سواء رئيس ونائب رئيس وامين صندوق و6 اعضاء منهم 2 تحت السن، وانا اعتقد ده عدد كافي جدا انه يدير مجلس اداره. اعتقد ان يعني في كثير من الايجابيات والضوابط الموجوده اللي مش موجوده في اللائحه الاسترشاديه نفسها. فيعني انا شايف ان في كثير من الإيجابيات. طب انت ليه بتحجر ما فيهاش اي شيء ان انت، ما هم لو شايفين في لائحه الاهلي حاجه معيبه كان زمان دلوقتي التسريبات وكل الامور، لكن ما فيش حاجه معيبه. حتى بند ال8 سنين اتلغى، الاهلي حب يشيل القصه فراح حطه في الموضوع، يعني سابه من اللائحه خالص. مع ان انا شايف ان يعني المفروض اي مسؤول في مصر يبقى ليه فتره صلاحيه، لكن هم للاسف المسؤولين في مصر عندنا مش عايزين يبقى له فتره صلاحيه خالص. مجلس النادي قالت يعني احنا شلناه بناء لل يعني ايوه، هو اللجنه الاولمبيه اصلا شايلاه، هي شايلاه يعني هيبقى موجود مكاننا في يوم من الايام يحط البند ده بالظبط، عشان اللجنه ابتدت تاخد من ده ذريعه او هم يهاجموا بهذا البند عشان هم شايلينه وعايزين يبقى مش موجود اساسا يعني. فالاهلي ما حبش يخش في الصدام، لان هي دي كل القصه اللي كانوا التشويه للائحه قبل ما تظهر. تمام. فالمفروض يعني ان يعني انا هنقعد نتكلم في الكلام ده كتير، وانا شايف ان في صدام ملوش مبرر. المفروض اللجنه الاولمبيه هي الام، يقدروا هي المفروض تحتوي كل هذه الانديه. للاسف الشديد، للاسف الشديد هذه الام سلمت دماغها لناس تانيين، فوصلت لمرحله من الكبر والعند. يعني الازمه الحاليه من قبل اللجنه الاولمبيه مساله عند وكبر، بدليل ان هو كل يوم بيصعد في مواقفه ردود افعاله. بالزبط. يعني النهارده التصريح اللي انت قلته، اللي انا اعتبره طبعا ده طرفه يعني من الطرف، كانك انت بتعمل لنا حاجه عشان نخرج من لان كنا تشدينا شويه وتعصبنا، فانت رميت في جميل بنضحك عليه اللي هو الغاء تاسيس النادي الاهلي. انما ده بيديني ايحاء اقولها مباشره ان اللجنه الاولمبيه اصبحت في موقف ضعف، انك انت كل شويه عمال تضغط عليها، ده انت ما عملت كذا انا هعمل كذا، لا ده انا هعمل كذا، لا ده انا هعمل كذا. مالك رايح فين؟ انت رايح فين؟ ما تهدى شويه. مش انت قلت لو اتعملت على يومين هتبقى ملغيه او باطله؟ ما تقف عند هذا الحد. انت ليه تاني؟ ليه عمال تتكلم كتير؟ وليه عمال ترفع سقف العقوبات؟ كانك انت فجاه اصبحت المهيمن والمسيطر على كل حاجه، مع انه للاسف الشديد، للاسف الشديد ليست اللجنه الاولمبيه مسؤوله عن الانديه نهائيا، ولا علاقه لها بالانديه اساسا. وإذا كانت حط بند كده فجأة في القانون يديها صلاحيات معينة، فده بند احنا اللي بنقول عليه بند باطل وبند فاسد وبوظ الدنيا. وسهل جدا لقانون انت بتحطه بعد غياب سنين ان يكون فيه عوار او يكون فيه عيوب، وارد انها تتصلح لما الناس الكبيرة تقعد مع بعضها ويتصلح. انت لما بيجي لك النهارده مولود زي ما انا كاتب يعني طفل صغير، انت بتعلمه في الاول ازاي يمشي وازاي يتكلم وازاي يتفهم وازاي يتعامل لحد ما بيقف على رجله ويصبح هو سيد قراره او قرار نفسه. فانت القانون اللي طالع عندك بعد سنين طويله وحصل حواليه لغط كتير، مش عيب ابدا انه يتعدل فيه بنود ويتظبط بحيث ان هو لما يبقى مسؤول وهو الحاسم والفاصل وعنده القرار تبقى الامور ماشيه كويس. ما ينفعش بعد سنين طويله يجي لي قانون مزروع فيه الغام تعمل لي صدام. فانا بقول لك انه اللجنه الاولمبيه مطالبه انها تسكت شويه الفتره اللي جايه لحد ما الانتخابات تحصل. بتمنى لو في مسؤولين حاسين بالوضع وحاسين بقيمة النادي الأهلي وحاسين برضو بمعنى كلمة اللجنة الأولمبية انهم يتدخلوا للصالح العام وبالقانون. يعني مش تدخل بس انك انت تقول النادي الأهلي تنازل عن دي واللجنة الأولمبية تنازل عن دي، لا
طب النادي نشوف الصح فين. النادي الاهلي لما يعني كان عمل لجنه والمستشار عبد المجيد محمود واستاذ رجاء عطيه دول قامات في طبعاً القانون طبعاً. يعني يمكن برضو الدكتور محمد فضل الله دخل معايا وسالته على جزئيه ال 25 26 يومين 25 26 تعمل مشكله، قال لي ما فيش مشكله خالص، مش حاجه اكبر، قال لي زي الفل. عشان كده انا بختلف مع حسن في حاجه واحده بس، انت بتتكلم في مواد القانون صح؟ لا انا مش انا دي ثقافتي، انا ما بروحش لمواد القانون ايه الكويس هنا وايه الوحش، انا بتكلم على المبدا اساسه من بره. انا النادي الاهلي يحط مواد في اللائحه بتاعته سيئه جدا، هذا امر يخص الجمعيه العموميه وهذا النادي وهذا الجماهير وهذه الاعضاء، هم احرار فيه. احنا بنتكلم على المبدا مش بناقش، سيبك من ان في كوارث طبعا في اللائحه الاسترشاديه اللي الناس كلها بتتكلم فيها، اللي هي المؤهل ومش عارف الجنسيه وفي حاجه كمان، في حاجات كده ما الخدمه العسكريه. الخدمه العسكريه انا مش هروح لده اساسا، انا مش هوصل لده، انا بتكلم من بره المبدا. من اعطى اللجنه الاولمبيه حق ان تعمل لائحه استرشاديه؟ ما اعرفش يا راجل، ده احنا بقالنا سنين بنعمل قانون، فجاه انت تعمل لائحه في 3 4 ايام ولا اسبوع ولا شهر وتقول لي خلاص هي دي اللائحه، اللي لو ما جمعتش ناسك ويطلع واحد لا مؤاخذه ملوش اي 30 لازمه يقول لك اللي مش هيقدر يجمع 12000 ونص ما يدخلش الانتخابات، ده محتاج يترد عليه بطريقه معينه، بس ما ينفعش عشان احنا على الهوا يعني. يعني 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 ده لازم يتقال له يعني كده، يعني انا حاجه انا مش عارف اقولها، لكن انت مين انت عشان تطلع تقول اللي مش قادر ما يترشحش الانتخابات؟ انت مالك، انت مالك ان انا اجمع 12000 ونص او ما اجمعش؟ ايه قصتك تقول لي لو مش قادر اقفلها؟ دي مش كوش شبيه. ايه التعبيرات دي؟ نادي الزهور برضه استاذ خالد كان موقف شبيه لنفس الوضع بالنسبه للنادي الاهلي كفرع نزور والدنيا مشيت شويه. لا طبعا في تعنت، وانا ما زلت مصر على جزئيه حسن ان هناك من ينفخ في النار، وبطالب باللجنه الاولمبيه اللي المفروض انها زي ما انت بتقول الام والكيان الكبير و و و و و انها تخلع من المشهد ده وتهدى وتقرا الموقف كويس علشان الموقف يتعالج قبل ما نخش على كارثه. ممكن تخلع لو هي اللي بتدير، لكن من الواضح ان هم مش اصحاب قرار يعني. بس من الواضح ان هم يعني بتدار المساله، صاحب القرار هو الوزير، والمفروض الوزير هو اللي يلم الامور كلها. لا ما انا شايف ان الوزير الشباب والرياضه عليه مسؤوليه كبيره جدا، ان هو المفروض هو اللي بالرغم ان هو تنازل عن صلاحيات كتير جدا. لا بس هو ضغط عليه في الحته دي تحديدا، بس نكون واضحين، هي القصه كلها الحكومه او الجهه الاداريه بتدير من خلف الستار اللجنه الاولمبيه عشان نكون واضحين يعني، والمساله واضحه جدا ومعروفه جدا، بس هي القصه ان الوزير حتى يعني المفروض يلم هذه الامور يعني. يعني حتى مساله كمان في حكم قضائي، طب الاهلي ينفذ الحكم القضائي ان اعضاء زايد يحضروا ولا يبقى ما نفذش حكم قضائي؟ فالوزير بيطلع يدافع ويبرر ويطلع، تيجي تتكلم في اي بند الوزير بيطلع يبرر عن اللائحه ويتكلم فيها اكتر من المفروض المسؤولين عنها اللجنه الاولمبيه. يعني الوزير فاهم يعني بيقعد يبرر البنود كلها بند بند بشكل في كل الناس شايفه، يعني مش محتاج ان انا اقول حاجه واضحه يعني. واي مسؤول في اللجنه الاولمبيه يطلع يتكلم ما بيعرفش يبرر زي ما الوزير بيعرف يبرر المفروض اللائحه مش معموله عشان حضرتك تطلع تشرحها لي، لا ده البند ده معمول عشان كذا لا المفروض اللوائح عندنا تبقى واضحه، مش مطاطيه ان حسب اللي كاتبها او اللي عاملها هو اللي يطلع يفسرها لي، انا ما كنتش قاعد معاك ولا عارف انت عاملها بنيه ايه. الصح ان اللائحه تبقى واضحه، اللائحه تبقى الامور فيها واضحه، مش امور مطاطيه وبعد ما انا عملت تقول لي لا اصل ده ما ينفعش، ممكن الناس تطلب، طب ما طالما ما ينفعش انت ما حددتش معاييرك ليه؟ ثانيا يعني خلينا نتكلم بقى في المشهد بشكل يعني ايه واضح، عشان يعني قصه ان احنا يعني نقعد نتكلم ونقول اللجنه واللجنه تقعد تتكلم وتقول الاهلي والكلام ده الحلول. ده كل الحلول عشان نكون واقعيين، اذا ما كانش يعني الوزير هيتدخل ويسيب المشهد بهذا الجدل الدائر، فانا اعتقد ان هو هيتحمل المسؤوليه كامله فيما يحدث فيما بعد، والموضوع هيكون فيه صدام وصدام عنيف، وما اعتقدش النادي الاهلي نادي قليل ان يعني ممكن يعني التاثير عليه او الضغط عليه او ده الناحيه الثانيه. الناحيه بتاعت الاهلي انا اعتقد ان المسؤولين في الاهلي عليهم دور تاريخي في هذا التوقيت، لابد ان هم يكملوا المشوار بنفس الشكل وبنفس الوتيره مهما كانت النتائج. يعني انت دورك التاريخي ان انت لازم تعرف جمعيتك العموميه بشكل كبير ايه اللائحه وايه اللي فيها، لائحتك هتعرضها هتعمل لائحتك في النهايه بقى التوفيق وعدم التوفيق ونجاح مهمتك ده بتاع ربنا، لكن دورك التاريخي في هذا التوقيت اللي انت تحملت عبئه ان انت تكمل المشوار حتى النهايه.
لا تتنازل ولا تتراجع وتكمل مشوارك، لان انت ماشي بشكل صحيح، عديت لائحه جيده بشكل جيد، بتحاول تدي المساحه. انت فرضت عليا عدد معين، ممكن من الصعب العدد ده يتجمع في مكان واحد، بتتيح الدنيا للاعضاء ان هي تحضر بشكل مريح، مش لازم كل حاجه عندنا يبقى عليها زحمه، بالعكس ده حتى لاي لجان انتخابات بيحاولوا ان هم يخلوا اكتر من لجنه في المكان الواحد عشان الناس تروح بشكل مريح. فانت عايز صعب على الناس كلها في هذا التوقيت والجو الصعب والحر وهذه الظروف الصعبه، وعايز الناس تتكدس. انا بضحك تاني بس على حته تأسيس النادي الاهلي والتأسيس النادي الاهلي، الكيان الكبير والمؤسسه الكبيره اللي بتجر يعني قاطره الرياضه في مصر للامام. لا ما ينفعش حاجه، اوعى تتكلم. ينفع يعني يتقال عليها انها لم تكن او مش هيبقى في نادي اسمه الاهلي ويبتدي من اول وجديد تعيد تاسيسه؟ دي حاجه يعني لو اتكلمنا في الموضوع ده جدا. انا قلت لك ايه، ممكن يكون في تصريح بالشكل ده ما ينفعش تتكلم فيها اساسا. يعني مش بتكلم بقى على كره القدم بس، ده انا بتكلم على جميع الالعاب، بتكلم على حاجات ما ينفعش نتكلم في الموضوع اساسا. لا هم بس يعني اللي اتكلم مش عارف طلع اللفظ الصحيح. هو كل الانديه بتعمل اعاده اشهار دلوقتي، فهو يعني عشان ان بطلان ده هيؤدي لبطلان اعاده الاشهار، فهم يعني عشان هو مش مدرك او مش ملم بالقصه فبيوصل المعلومه بشكل خطا. طبعا ازاي يعني يلغي تاسيس النادي الاهلي؟ لا مؤاخذه يعني هو القصه. لا ادراك برضه بس يا استاذ حسن، يا استاذ خالد، ادراك يعني ايه اسم النادي الاهلي وقيمته الكبيره في الرياضه المصريه. لازم لا كل واحد ما يتطرقش، لازم كل واحد ياخد باله من كلامه مع النادي الاهلي. بالظبط. استاذ محمود طاهر لما بيتكلم ان احنا حطينا لائحه خاصه بينا احنا كنادي اهلي، ومن حق الجمعيه العموميه تيجي تقول لا دي حاجه مميزه وحاجه انتوا بتطالبوا بيها، لكن ما تجبرناش ان احنا نعمل حاجه بعيده عن مبادئنا. اولا حته يعني الجزئيه فعلا انتوا بتتكلموا فيها، يعني انا دلوقتي الخدمه العسكريه دي مهمه ولا مش مهمه؟ المؤهل ده مهم. هو انا ينفع انا كرئيس نادي اهلي ما يبقاش عندي علم ان انا ادير او مانجمنت، راجل عندي علم في حته الاداره، لازم ابقى انا عندي الجزئيه دي. خلينا نطلع للنقطه المهمه بقى. يعني بنتكلم عن النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي مطالب ان يرد على كل هذا، وان يتواجد بكثافه صحيح في هذه الجمعيه عشان يقول للجنه الاولمبيه وللوزير وللمتربصين، لا احنا اللي هنختار مصيرنا بايدينا واحنا ورا مسؤولينا. وبقول لعضو جمعيه العموميه للنادي الاهلي من اسبوع فاتت قبل الاهلي ما يعمل مؤتمره الصحفي ويلغي من دماغه فكره الاقصاء ومش الاقصاء، كان في ناس كتير ناويه ما تروحش اللي ضد المجلس. أيوه. فتقول لك انا مش هروح علشان ما يمرروش حاجه ضد رغبتي. طب دلوقتي القضيه اصبحت قضيه النادي الاهلي. فانا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هذه قضيتكم وليس قضيه اشخاص خالص. اصبحت الضرب في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، مش بقى محمود طاهر ومحمود الخطيب والكلام ده، لا القصه انتهت. طيب. من الاخر نتكلم في الموضوع. الجمعيه العموميه يعني هتبقى عامله ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ تصوري ان هيبقى في اقبال ان شاء الله قوي جدا باذن الله. لان عضو النادي الاهلي برضه عنيد. عضو جمعيه العموميه في النادي الاهلي عنيد، محدش يعرف يفرض سيطرته عليه لا من بره ولا من جوه. هو صاحب قراره وهو شايف المشهد انه بيتم التلاعب بالنادي الاهلي. وانا بقول لهم روحوا واحموا ناديكم بس. صح. وبعدين برضو يعني انا شايف ان اعضاء النادي الاهلي مش اقل من اي نادي هيكتمل وبيكتمل حضوره. يعني ده امر مهم جدا. يعني مش معقول مثلا النادي الاهلي اللي هو اعضائه كلهم ناس مثقفين وناس فاهمين وناس متابعين بشكل جيد جدا، ان هم يعني يكون في النهايه المشهد ان لم تكتمل جمعيته العموميه، في حين ان انديه ثانيه اقل من النادي الاهلي بشكل كبير وبتكتمل ويعملوا تحايلات، لا الناس بتدعيك بشكل صحيح وبتدعوك بشكل انت هتدي صوتك بشكل سري وهتدي صوتك في الصندوق وهتتعامل بشكل كويس. الحضور ده امر مهم. تقبل ترفض بقى دي حريتك الشخصيه. بالظبط. تقبل اللائحه. بالظبط. لكن التحدي الحقيقي للجمعيه العموميه لازم يكتمل النصاب. صحيح. زي ما حضرتك قلت من شويه ان ما ينفعش حد يطلع ويقول لك ازاي الاهلي ما يكتملش ويبقى ازاي مش يعني كل الكلام اللي اثير في الفتره الاخيره وهذه الاشياء السخيفه اللي وجهت للنادي الاهلي طبعاً. بتفرض على اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يقدموا درس صحيح وحي في الحضور. صحيح. مساله قبول اللائحه من عدم قبولها اي شيء حاجه داخليه برضه. بالظبط. حاجه داخليه. واعتقد ان اللائحه اللي عرضت واللي تم توزيعها وهيتم توزيعها على اعضاء الجمعيه العموميه ووصلت الناس كلها، اعتقد ان هي لائحه
ما فيهاش اي شائبه او اي عيب. فيها اخبار كبيره يعني انا من وجود داخل النادي وانا بتكلم مع اعضاء جماعه لا كلهم تقريبا ما فيهاش حاجة. بالعكس ده انت شلت الشوائب السيئه صحيح. اللي ممكن تفرض عليك صحيح. اللي الناس كلها عماله تتكلم فيها وكتبنا في بالظبط يعني انت شلت الامور المطاطيه اللي فيها لف ودوران حتى ما تقول ادى الخدمه العسكريه او اعفى منها طبقا للقانون واضحه. مش تقول لك بقى لم يتم مش عارف لا, لا, لا غير مطلوب وفقا للقانون. طب ما هو الثاني غير مطلوب لانه ممكن يكون تهرب منها بس سنه دلوقتي جه 40 سنه وغير مطلوب للتجنيد خلاص. انت واخد بالك شفت البند هو بيعمله زي يقول لك ايه ادى الخدمه او اعفى منها او غير مطلوب وفقا للقواعد القانونيه. طب ماشي ما انا دلوقتي ما اديتش الخدمه العسكريه وتصالحت وتهربت بس غير مطلوب للتجنيد لان عندي 50 سنه وداخل اتقدم ما انا غير مطلوب. فضايح. ما هم بيلفوا على البند بقصه ثانيه وما يجي يتكلم ويقول لك انت طيب فتح المجال ان يقول مصر الجنسيه ومسموح للناس اللي هي الاجانب في الانديه اللي فيها اجانب. كل هذه الاشياء الاهلي نقاها من اللائحه وعمل لائحه جيده بشكل جيد. فبالتالي انا اعتقد ان اللائحه يعني اي حد هيقراها ما فيهاش اي عيوب. وانا شايف الاهلي كمان اضاف ميزات يمكن اتكلمت فيها قصه القوائم الماليه وقصه الاختصاصات وتحديد كل شيء بشكل واضح بدون اي عبارات مطاطيه جهنميه. عملية الاستثمار كمان في اللائحه بشكل مميز جدا ودي حاجه مميزه. استاذ حسن انا بشكرك شكرا جزيلا. ويمكن اكيد اتكلمنا في كاس مصر اتكلمنا في جمعيه عموميه الخاصه بالنادي الاهلي وبعض طبعا التصريحات اللي ممكن شايف انها مش مسؤوله شويه على النادي الاهلي لان النادي الاهلي ربنا يهدي ربنا يهدي الاحوال. شكرا خالد انا بشكرك. ما كناش على كلاسيكو معلش ما يعني كنا عايزين نتكلم فيه لا ان شاء الله بقى ما خلاص ممكن بكرة. بعد بكره عندنا ماتش يوم الاربعاء برضه في ماتش الاربعاء بس هو بس عايز رساله سريعه كده في نص دقيقه لاعضاء جمعيه النادي الاهلي يعني قدروا احترام صح. المجلس الحالي ليكوا وانه عمل لائحه ما فيهاش اي حاجه ليهم يعني ما فيهاش اي حاجه للمجلس الحالي زي ما ناس كتير كانت بتعمل اي حاجه تخدم عليهم صحيح. ناس عملوها ببراءه وبساطه لخدمه اعضاء النادي الاهلي. وانا بضم صوتي لصوتك يا استاذ خالد. اكيد يعني جمعيه عموميه مهمه جدا تواجدها عشان يعني احنا بنختار مصيرنا ومستقبل نادينا في الفتره القادمه. ولكن انا بس جزئيه ان انت خد بالك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي لان هي دي نقطه مهمه جدا. كيان كبير ومؤسسه كبيره مؤسسه بتخدم الوطن بتخدم مصر بتخدم الوطن العربي لما بترفع اسامي يعني اسم مصر في كل حته في العالم سواء في كره القدم سواء في الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه. فانت بتتكلم على قاطره بتجر الرياضه المصريه للامام بشكل كبير وهي دي زي ما نقول ايه الحاجه اللي بتضحك مصر او بتضحك الشعب المصري وبتبسطه في وقت من الاوقات. فبالتالي ما ينفعش ان احنا نقول زي ما نقول تصريح ان النادي الاهلي كان لم يكن لو الجمعيه العموميه اشتغلت بالشكل ده يوم 25/26. لازم ناخد بالنا جدا من تصريحاتنا وده يدل يعني ان في فعلا حاجه موجوده ضد النادي الاهلي لكن ان شاء الله هتعدي منها لان الجمعيه العموميه والنادي الاهلي كبير كبير جدا جدا جدا. مش عشان انا واحد من المتربين لا ده حاجه لو انا بره النادي الاهلي هقول كده برضو من خلال رؤيتي لبطولاته وحجم بطولاته وحجم الانجاز اللي بيعمله النادي ده وحجم المبادئ والاخلاق اللي بيقدمها للرياضيين بشكل عام. بعد الفاصل هيكون معايا احمد فاروق ووليد الحديد هنتكلم على كلاسيكو بقى ان شاء الله بكره هيكون في مباراه لريال مدريد او برشلونه وريال مدريد وايضا يوم الاربعاء هيكون ايضا المباراه الثانيه ما بين ريال مدريد وبرشلونه ولكن طبعا مباراه بنستناها بشكل جيد. وايضا هنتكلم على الدوري الانجليزي وبدايته اولى الجولات بالنسبه للدوري الانجليزي وقوه هذا الدوري دوري كامل عدد. ولكن خلينا نروح لفاصل واستقبل ضيوفي.